صباح الخير، سماح بن يونس، مسؤولة عن الصحة بالهلال الأحمر التونسي جهة تونس. قافلة صحية في قلب شارع الحبيب بورقيبة، منظمها القافلة هذه الهلال الأحمر التونسي. كما قاعدين نشوفوا يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم، برشا مواطنين توانسة ديجا شادين الصف، قاعدين تقيسوا في التونسيون، تقيسوا في السكر، قاعدين جايبين حتى أطباء اختصاص يعني باش يعديوا على الناس. كان تحطنا في الإطار شنو القافلة هذه بالضبط؟ هي بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، اليوم قمنا بهذه التظاهرة اللي هو اليوم العالمي نهار 11 سبتمبر. صحيح جينا متأخر شوية اليوم خاطر يكون فما أكثر إن شاء الله عباد ومواطنين يكونوا معنا باش بأكثر. عملنا قمنا بعيادات مجانية، وخاصة عندنا دي جينيراليست، وفما اختصاص كارديو، جينيكو، بنومو، غيماتو، الكلنا موجودين متجندين نعملوا في الديبيستاج المواطنين ان شاء الله. دونك وان شاء الله معناها نكونوا في عند حسن الظن الساعة نتاع الناس الكل. ديما الهلال الاحمر التونسي ديما موجود بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة، اليوم معانا ومجندين يعطيهم الصحة مشكورين. دونك والهلال الاحمر التونسي هو جهه تونس مختلف محلياته، نذكر منها باب حر، كرتاج، حلق الواد، حريريه، باب السويقه، الى الزهور، الى خا. دونك ما نجمش نذكرهم الكل، هي جهه تونس بمختلف. كنت تعطينا لمحه عن اطباء الاختصاص الموجودين معكم اليوم. شو انا بالنسبه للاختصاص لا قدر الله تبدا فما حاجه يشوفوهم الساعه لي جينيراليست وهما اللي يوجهوهم، وكان فما حاجه يعطيوهم ليتر ويمشيوا للمستشفيات ويقبلوهم الغديكا. عيادات مجانيه يعني اليوم؟ مجانيه بالطبع، عيادات مجانيه. واليوم شي كم فما سنسيبيليزاسيون، ايضا دي سنسيبيليزاسيون على داء الكلب وايضا على جدر القروت. دونك دي سنسيبيليزاسيون على الحكايات هذيا، وفي نفس الوقت اللي هو اليوم العالمي احنا نحتفلوا به اللي هو نتاع الاسعافات الاوليه، قاعدين نقوموا بحركات نتاع انقاذ نتاع غولفاج، برونكارداج، لاغي كارديو بولمونير، كيفاش نعملوا الغيانيماسيون. دونك هذا الكل مع القافله الصحيه. اليوم بمناسبه اليوم العالمي للاسعافات الاوليه، قررنا كالهيئه الجهويه بتونس الهلال الاحمر التونسي انه ننظموا قافله صحيه تحسيسية على جردي القرادة على داء الكلب، فيها زادة تحسيس على الإسعافات الأولية ودورها الهام جدا في حياة المواطن، خاطر الإسعافات الأولية راهي تنجم تنقذ بها حياة بشر. دونك قررنا اليوم أن تكون القافلة الصحية هذه موجهة للمواطنين والمتساكنين اللي أكثريتهم يكونوا متواجدين، خاصة غدوة مولد ولا بعد غدوة مولد. نعرفوا اللي العباد باش تهبط شارع الحبيب بورقيبة باش تحاول تكون متواجدة بأكثر، يعني اكثر عباد شكون متواجده اليوم. اذا قررنا انه تكون اليوم القافله الصحيه لهنا، جبنا فيها اطباء مختصين اختصاصات متعدده، لوارير، روماتولوج، نوتريسيونيست، كارديولوج، بنومولوج، دونتيست، حتى من دونتيست موجود، لوارير موجود، جينيكولوج موجود، الجيناليست موجودين. دونك تقريبا قداش من طبيب جب؟ 17 طبيب واربعه ديزانفيرمي، وعندنا ليكيب باراميديكال اللي هي تابعه للهلال الاحمر التونسي اللي هما اكثر من 20 متطوع. قداش الوقت تقعدوا على مدى يعني اليوم للعشيه تقعد؟ والله اليوم احنا ما عرفناش نقعدوا باذن الله، حتى كش الماضي ساعه ونص، ماضي ساعتين متواجدين لهنا في قلب السنتر فيل، باش نحاولوا ان نوفروا العيادات الخاصه هذيا لاكثر اشخاص واكثر مواطنين مستحقين. فما نعرفوا اللي معناها توا الفيزيت معناها بريفي ولات غاليه شويه، دونك قاعدين نحاولوا انه نوفروا الحاجه هذيا للعباد مجانا. والهلال نتصور سباق في الحاجات هذوما، تحت اشراف بيان سور مسؤوله الصحه والاسعافات الاوليه ومجابهه الكوارث في جهه تونس السيده سماح بن يونس، اللي نحييوها بالمناسبه على تعبها معناها في البريود الاخر باش وصلنا خذينا ليزوتوريزاسيون اللازمين باش وفرنا الطب هذوما الكل، كانت ساهره على الحاجات هذه الكل. جهه تونس نشكروا على راسهم السيد محمد اسكندر والسيد بحسن دنقزلي اللي معناها ما نلقاو منهم كان الدعم باش نقوموا بالحاجات هذيا. والهلال الاحمر التونسي معناها منظمه عريقه توا
عمرنا قريب 68 سنة ولا 67 سنة عليها معروف من قبل مش من تو. هذه بادرة تذكر فتشكر من ناحية أنكم اليوم وفرتوا 17 طبيب وطبيبة اختصاص بصفة مجانية، هناك عيادات مجانية، نعرفوا الوضع الاقتصادي الصعيب اللي فيه بلادنا اليوم، المواطن التونسي تلقاه يشكي من أمراض وللأسف الشديد ما عندوش فلوس خلينا نقولوها باش يتوجه للطبيب، اليوم أنتم يعطيكم الصحة وإن شاء الله تتكرر يعني مثل هذه القافلات مستقبلا، خاصة أنه فما يعني أوبئة عافانا وعافاكم الله جديدة منتظرة ربي بعد يعني شر على بلادنا، لكن نحكيه على جدر القردة أيضا، نحكيه على داء الكلب عافانا وعافاكم الله اللي انتشر للأسف الشديد. صحيح احنا حاولنا اليوم أنه تكون معناها التوعية أكثر من كل شيء على جرد القردة وداء الكلب، حاولنا أنه نوعي الناس ديجا كان نشوف فما الفلايرز موجودين معناها نجم تشوفهم نجم تعديهم، معناها حاولنا أنه بلغة بسيطة بالعامية بالدارجة مكتوبين فيهم تصاور حتى باش الصغار يفهموا فما كيفاش تغسل اليدين للصغيرات، نعلموا كيفاش يغسلوا يديهم، معناها حاولنا اليوم أن نحسسوا العباد بأهمية كل الأمراض الموجودة والموجودة توا وقاعدة متداولة في العالم، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا من الأمراض هذيا، وإن شاء الله معناها المواطنين يكونوا لاباس، كما قلت أنت معناها الحاجة هذي نحبوها تتكرر، أما راهي متكررة، بالنسبة للهلال الأحمر التونسي هذه معناها حاجة من اختصاصاته، كان تدخل معناها على صفحات الهلال الأحمر التونسي الكل تلقى بريسك كل جمعة جمعتين تلقانا في بلاصة من البلايص، والبارح نهار 12 كانوا في تطاوين. دونك معناها قاعدين موفرين وان شاء الله نقوموا بواجبنا وان شاء الله هذا واجب وان شاء الله نقوموا به على اكفأ واجب.